Votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez au capital humain pour développer vos activités et gagner en rentabilité. كنجتمعوا اليوم في إطار هذا اللقاء حول رأس المال البشري في جهة سوس ميسا، وذلك من أجل تقديم عناصر العرض والمتطلبات سوق الشغل. وحنا كمركز جهوي استثمار فإن هذا المكون كيعتبر بالنسبة لنا من أحد أهم عناصر الجاذبية الترابية بالجهة ديالنا اللي كتعرف بالكفاءات ديال الأبناء ديالها. الهدف من هذا اللقاء هو تقارب بين عناصر العرض والطلب، وذلك بهدف تعزيز توافق بينهما، وذلك في إطار استباقي واشتراكي، حيث تم إشراك جميع لي بارتي برونونت وكذلك المستثمرين بالجهة. المقاولين تيجيبوا معاهم فلوس ديالهم باش 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 يستثمروها، ولكن ما تيلقاوش الكفاءات اللي يخدموا. إذا حنا دابا تنقلبوا على هذه المقاربة، علاش كاين هذا الإشكال؟ حنا الوكالة الباحثين الشغل كاينين تقريبا سنويا تيتسجلوا تقريبا على الاقل واحد 15000، هذه السنه راه وصلنا 18000 اللي مسجله. سنويا تنتوصلوا تقريبا بواحد 6000 حتى 7000 عرض شغل. هذا العام تقريبا خدمنا تقريبا واحد شي 9000 واحد، و 9000 واحد راه فيه 1000 واحد اللي خدمات على في الخارج، يعني تقريبا واحد 8000 واحد خدمات كلها على المستوى الجهوي. رغم ذلك ان العدد باقي قليل بالمقارنه مع العدد الكبير ديال الباحثين عن الشغل. اذا هذاك الشيء علاش دابا دار هذه الورشه، باش نشوفوا اشنو هو الامكانيات والحلول باش نحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه بيننا وبين المستثمرين وبين الناس ديال السلطات وبين الجميع، باش نحاولوا نديروا هذيك ليديكواسيون بين الناس اللي تيتكونوا والناس اللي تيقلبوا على الكفاءات. وشكرا. هذه الورشه الجهويه المهمه، الورشه حول موضوع العرض والحاجيات في مجال التكوين والتشغيل، واللي كيندرج في اطار يعني الرؤيه الجهويه ديالنا اللي كيحملها البرنامج التنموي ديال الجهه لو بي دي ريجيونال. هي كانت يعني تنضمت كذلك ايمانا منا بالاهميه ديال راس المال البشري فيما يخص يعني الجاذبيه ديال الجهه ديالنا وديال التراب ديالنا، وكذلك ايمانا منا بالاهميه ديال مجال التكوين كيف ما كان الحال يعني في مجال التنميه المستدامه ديالنا في لا 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 يعني لو ديفلوبمون دورابل. هي كانت مناسبه كذلك باش نجمعوا جميع الاطراف الاهم المتدخلين في هذا المجال هذا، يعني المقاولين والمقاوله، وكذلك يعني منظومه التكوين والسلطات المحليه. اذا هاد الثلاثي هذا اللي هو غادي يكون في طبيعه الحال الذكاء الجماعي ديالنا، وفي نفس الوقت الذكاء الترابي ديالنا، الانتليجنس كوليكتيف ديالنا، وفي نفس الوقت هي هاد الذكاء الجماعي اللي هي يعني الترجمه الحقيقيه ديال عمليه الالتقاء، يعني الالتقاء ما بين جميع المتدخلين، المنظومه التكوين وكذلك الـ يعني النسيج الاقتصادي الممثل من طرف يعني المستثمرين اللي هما عندهم حاجيات والعرض اللي غادي يقدموه منظومه التكوين. وهذه غادي مناسبه كذلك باش يكون حوار ما بيناتهم، ويعني في نفس الوقت غادي يفتحوا المجال يعني لايجاد الحلول ديال الحاجيات ديالهم. هي مناسبه كذلك باش نخرجوا بمخرجات، وبالنسبه لي اهم مخرج اللي غادي نخرجوا به من خلال هذا اللقاء هذه هي اصدار ويعني خلق مرصد جهوي للتكوين اللي غادي يكون عنده يعني واحد الدور اساسي ومحوري فيما يخص يعني يعني التنميه بشكل عام، لان غادي يكون عندنا مؤشرات يعني مباشره يوميه من خلال هذا المرصد هذا، وبالتالي غادي نقدروا ناخذوا يعني قرارات مباشره وفوريه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.